شريت من تكونوا بخير. معكم ياسين، كانوا في فلوج جديد معجب من بعد ما عجبكم الفلوج الاولاني الوحيد اللي درنا. دابا غادي نديرو بارتي 2 وان شاء الله غادي ندخل لاصال وتكون موتيفاسيون وغادي نضحك مع العشران، حيت ما بغيتش نكون غير مريح وكنبقى ندوي ما يجيش الملل. كاينه افاده، انا ما كرهتش نبقى ندير لكم غير بحال الفيديوهات، ولكن خاصني النواع والوداعي كاين هنا في كوزينه. قلت لها واش تصوري معايا؟ قلت لها كنشقع. قلت لها شوف قاعد تخي واقفه ومهم نصورها في كوزينه. انا قبل الدراري نكملوا لي مال الموضوع ديالنا الثاني وهذا رمضان، وخليكم معنا بما تاستالين على الوالده ونديروا شي فيديو اللي خفيف ظريف وزوين بزاف و زوين 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 وايد والله يتفاق والله. المهم العشرين دابا غادي ندوي لكم بارتي 2 من الحياه ديالنا، كيفاش تصرف الولد مع الاب ديالو والمشاكل اللي دس منها. انا الحمد لله كلشي تصلح، كلشي مزيان، الولد ديما ضاحكين ناشطين وما كاين قرام ديال المشكل. ما كاين، انا ما كنبغي يكون شي مشكل، ما غير داك ما غير بعد ما كنتي عليه بشي صندعله ولا شي كراطه كتقولي باش متجوز تبقى حدايا، هذيك هذيك ضروري منها. والخو ديال الوالد ندوي مع واحد شويه كاينه موتيفاسيون. الفيديو الاول راه عجبهم ياك؟ والله الا قال لي ما داكشي امبيكابل الوالد ديالو كلشي كيعرف كاينه موتيفاسيون. المهم واحد كيقول عند التجربه ديالو صافي. شوف انت هذيك شنو الماكله ديال الجهه ديال اللي كنت مسافر ناخذ فيها حتى شي حبيبات هنا. ودابا راه شويه قديت الماكله ديالي، حيد الماكله ديالي نريحها الوالده حيت عيش بصح عند الصالون. يلاه نجلس معاك كاس القهوه. الوالده قالت لي والو صوروا في الكوزينه، قالت لي هذا الفيديو غيطلع في الكوزينه. المهم الوالده كمل اليوم السيجي ديالك واحد طويل، وشوفي دابا دوينا على الدراري ودابا الدريات حتى هي بقيت كتورك على الدراري. الدراري لا حيت الدنيا حتى هما شوف لا حيت كاينين كاين الدراري حتى هما مساكين كيكونوا عايشين في العاده مع والديهم بصح منين الدراري حتى هما مشي خاطرهم كيخرجوا برا ولا كيمشيو يقلبوا على راسهم حلال واكثر. حنا ما كانتش تكون حلال، كيقلبوا على راسهم كيخدموا هنا، الوالدين كيبغوا يعطيهم درهم واحد ما كيبغوش يعطيوها ليهم. المهم خاص الوالدين يتعاملوا مع البنات، واخا تكون غير درهم في الناليج درهم غير يحسوا بلي راه كاينين والدين معاهم ماشي وي الوالدين يبغيو الخير لوليداتهم، راه ما عيطوش لهم شي حاجه خايبه. هي الامهات بالنسبه مع البنيسات ديالهم ماشي عاملهم حتى هما نفس المعامله اللي كانوا كيعاملوا مواتهم هما معاهم. هما كتقول لك وانا كنت كنشقى عند امي وانا كنت كنصفن وانا لا انت ماشي انت حره شقاي ولا داك وقت اخر، هادي وقت اخر، هادي وقت اخر. الا ناضت شقى ماشي مشكل، ولكن ما توركيش عليها. كتجي من المدرسه شحال من وحده كنشوفها كتجي من المدرسه وتلوح الطابليه زيدي صبني زيدي عجني زيدي طيبي زيدي شقى زيدي يعني كيبداو يعمروهم كيشارجيهم والبنت في الاخر كتنفجر. اللي دارته هو هذاك واللي درتيه انتيا هو هذاك ماشي مشكل. حنا دابا الامهات مساكن راه الله يحسن العوان كيبقاو في 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 الديور ديالهم. تصور المراه من 8 الصباح وهي كتعجن كطيب على المسمن ها الكاسكروت ها سيري تنعسي الصباح فطور الغدا العشاء سيري تنعسي فطور الغدا ايوا دار ملل هذا باز ليها الله يحسن. كما قلت الامهات تما خاصهم يتعاملوا باللطافه مع البنيتات ديالهم. شوف الله يسهل على الجميع والله يخلي اي واحد ولادهم وبنيتاتهم. حنا بغينا تكون هذه العلاقه الحب والتقدير واحترام بين الوالدين والاباء، حيت صافي تفاهمتي مع الوالدين راه تفاهم مع المجتمع كامل. حيت لا والوالدين لا الوالدين عندك مشاكل حيت لك عندك مشاكل مع والديكم الاولين تخرج للزنقه حاقد الدراري ما بقاش تضرب معاهم دريات حاقد عليه وحيت كتشوف داكشي من الام ديالك والاب ديالك. اما الا كانت حب من الدار تخرج للزنقه تولي كتبغي العالم كامل. انا من الكومونتير بعد مرات كيكتبوا لك شي دراري يعني كتحس بهم كيوركوا على داك الكلافي مساكن، ولكن اجي تشوف كتلقى كتلقى كندير لهم قلبان دير لهم قليب يعني حتى هما مساكن. نقول لك علاش يقول لك كندير لهم قلب وهذا كيقول انا هذا واخا عاير تو دار لي قلب مره اخرى ما يحشم يعاير يدخل لي يسبني ولا يكتب شي كومونتير. كنت عارف ظروفك كنت عارف ظروفك. الله يحسن العوان الله يحسن العوان. حتى هو كتلقاه انا كنحس بهم كتلقاهم كيوركوا ويعاود يورك وكيديروا هذاك سميتو اش كيقولوا لي اونتخي لا ماشي اونتخي عاد ولا مش طبعا موتيكو فاش كيغير ماشي موديفي كيدير ويدير موديفي وبحرف بحرف يعني كتلقى حا وشحال من واحد كنلقى انا كاتب في السميه حاقد
حاقد حاقد هو مساك الله حسن العوان. حاجه وحدين اخوتي كيدخلوا عندي الانستغرام يسم كتجاوبنيش قسما بالله كيوصلوني الاف ديال الميساجات راهو ليا انا يقول بلا انا الاخر ما كيساليش لي سولي انا نجاوبكم. شوف انا خليكم الانستغرام ديالي مصدق انا نجاوبكم والله تيهجموا عليك. لا مرحبا مرحبا. شوف حيت انا ماشي اخويا كنتكبر ولا شي حاجه راه الوقت يلا كنتريني يلا كنتريني يلا كنقاد الماكله ديالي يلا كن شحال لعيبه كندير وصايب خاصني نروح. شوف الله يحسن العون والله يوتيوب. شوف انا سافر عرفتهم اقسم بالله السفر ديال تركيا والله ما حسيت بيه خرجت خاصني يكون نهار فلوغي خاصني نصور ما كنعش بالليل وخاصني نمونطي وشحال من لعيبه عاده بهذا غير باش نوصل لكم واحد الموتيفاسيون راه فيا من السفر انا ونخبي الكاميرا ومن الفلوغ كان سالون نجي ندخل في حاله ديال المغرب ومع حاله ما كاين راه ميساج كيوصلوني هذاك الشيء اللي كنقدر نجاوب عليه كنقدر نجاوب عليه شويه ديال الموتيفاسيون شويه ديال الجهد يكون عندنا في الحياه حتى حاجه ما صعيبه الواحد اللي بغى يوصل ما خاصش يدير اعذار يدير اعذار لايجابي اعذار ديك العذر انت اللي ما خاصكش توصل ليه تقاتل ليه وصل ليه تقدر عام عامين ثلاث سنين ربع سنين واي واحد دار خدمه نقيه ربي غادي يجازيه من هنا عامين ثلاث سنين ما ديرش شي حاجه موسخه ما تمشيش الطريق الخايبه ربي غادي يجازيه وديما تكون الضحكه الضحكه ديما انا دي والله الا ديما كنقول لك تنقول ديما نضحك وجه الناس ديما واخا تكون تكتئب واخا تكون انت ما عندكش ولا هذه ديما لان شنو الضحكه راه صداقه خصك ديما تضحك هذاك ما عليه والو هذاك اللي عاد تغوبش فيه ولا تهز في يدك وانا الدنيا ما دارت ليا والو واش هذا اللي كيقولوا انا الدنيا ما دارت ليا والو ولا المجتمع ما دار ليا والو غادي تدوز 20 عام بقى يقول نفس الهضره علاه كلشي ميسروا لينا كلشي الحمد لله عرفتي شحال من نعمه عطينا الله سبحانه وتعالى وعرفتي شحال من نعمه ايوا حنا نحيدو ديك النعم كلها اللي عطانا كنمشيو واحد الحاجه اللي كنبقاو حنا ديما حنا فينا هاد القاعده كنمشيو الحاجه اللي ما عندناش في يدينا واخا نشوفو بعد الحاجه اللي في يدينا بعدا نحمدو على الله ونشكرو. قصه شوف واحد القصه صغيره قد دوكا نقولها لكم على ياسين. ياسين ولدي فلاش 13 و 14 راه كتعرفو بحكم انا بنت درب السلطان كتعرفو درب السلطان حتى هو مسكين درب السلطان كتعرفو مخلط حي شعبي حنا كنخلطين بيناتنا تما صور كان شي يامات مصاحب مع شي وحدين ما غاديش لا ما كنبغيش نقول الله يعفو عليهم ما كنبغيش نقول كل شي وحدين ما كنبغيش انا اشوف انا ما كنبغيش نقول كلوشار ولا كنقول مخلقاب ولا كنقول سميتو شفار ولا هذه ما كنبغيش نقولها هذه المصطلحات ما كنبغيش الله يعفو على الجميع. صور كان مصاحب معاهم هادو اللي شويه خارجين شويه كرك نقول شويه خارجين ترك كان مصاحب معاهم والصور قسما بالله كنجي انا وسط منهم وسط من هذوك الدراري كتشوفو مسكين مشمكر وهادي ولدي وسط منهم كنمشي نسلم عليهم كنمشي نسلم عليهم بواحد بواحد كنقول لهم تهلاو ليا في ياسين. وتصور واحد النهار ترى لي على عقلتي عليه كان واحد عطاك الكارو تكوني كان واحد عطاه الكارو حشيش ولا ما عرفت شناهو هذيك المصيبه ما عرفتها شناهي قال ياسين هذا جا واحد من هذوك اللي مقرقبين واللي كي اللي مساك الله يعفو عليهم وجا عنده قال لي شوف ياسين بعد عليه ما تعطيش لان علاش انا هذيك الناس الدراري عاملتهم مزيان كنسلم عليهم ولاباس الله يهديكم الله يهديكم ياك بخير ياك مع ياسين. تصور ياسين دايرين لي بحال كارد كور كلشي حاضر لا ياسين لا علاش نكون مشيت انا كنضار معاهم لا بعدهم الولدي لا غادي تبليه ولا هادي غادي يشدوا معاه الضد. دابا انا ملي مشيت كنهضر معاهم زوين وقلت لهم تهلاو ليا في ياسين ولدي ها هو معاكم وانا كنعرف هذوك الاولاد ان ما ديش راه ما خصهمش يكون معاهم ولدي ولكن اش غادي دير ايه بالسياسه بشويه بشويه كنتسايسو حتى سيس صافي الله يحفظك الوليده وخا برطناك معنا ماشي مشكل. دابا ان شاء الله فين نتحرك فين بغيتي نمشي صليتي بعد الظهر ضروري ولكن الاول من مورا لا صالو تلاقاو في لاصال خوت غنبدل دابا حوايجي وغادي يجي عندي يونس تقريبا شي 3 سنين ما تريناش عيطت ليه قبل كنت والو تجي ترين معايا يونس صاحبي والله كان حابس كان كيدير لي شحال دابا 3 سنين وضعاف وشحال من حاجة وتشوف دابا تشوفو معايا وان شاء الله تو يكون موتيفاسيون يكون بسبب انا يدخل يرجع يتريني ما كرهناش. وزكريا تو اللي سافر معايا لتركيا تو قال لي ياسين كنواعدك ندخل تريني حيت صحابي ما بغيتش انا صحابي يكونوا ضارين بيا والعيالات خرجوا ديروا لا مارش ما بغيتش انا صحابي يكونوا ضارين بيا كتريني راسي وممكن تريني واش حتى كنسالي علاش كنبقاو نضحك بغيتهم الا يكونوا بحالي تريني ويقصي ويطلعوا الفورم. اش راه نجي عندي دابا خويا يونس عشيري وبلا تريني معايا ان شاء الله اليوم. دابا غادي نمشي باش ناخذ الباك ديالي من عند بارا فلوريدا ملي كنتقدم المكملات ديالي ويونس تاوي يشوف داكشي اللي خاصو من هنا القدام من بعد ما غادي يضرب واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه ولا حتى شهر انا كنت سير حتى شهر عاد خذ لي كومبليمون اللي غادي يخصوك ان شاء الله. وهذا مكان نخليكم مع الطريق ومع الفيديو غادي يدوز موجي باش صحام في كازا راه اصبر وصافي وحمد الله مع المهم الفلوقات ديالي خاصهم يكونوا كاملين يا يونس
بالبلي موتيفاسيون. واحد يقول ياسين الا نط على قبلك ترينيت راه داك هو الرباح. الجسم السليم في العقل السليم في الصحه السليمه في الحياه الجميله بزاف السليم. وما خويت كنفايكم بزاف وخليكم معايا وغادي ان شاء الله شي فلوق لي خاطر. اشران يلا وصلنا دابا للبارا فلوريدا اللي كناخذ المكملات ديالي ودابا نوريكم الباك اللي غادي ناخذ يوم السه. هو رجع يتريني معايا شيلي اليوم غادي يتريني معايا ادوش شي حصه اللي خطيره من بعد 3 سنين اللي كان حابس. اشتران يلا جدا بعد محمد المحل بارا فلوريدا اللي غنخليكم هنا النيميرو ديالو والكونتاكتيهم في انستغرام. صدعوه في انستغرام اي حاجه خصاتهم سيدي معروف لي فريزور راه كاينه في المغرب كامل. واو اخويا محمد كل شيء كاين الاماره توحشوك. السلام عليكم دراري صافا لاباس عليكم بخير. المهم راه الصيف صيف خاصو صريف تشرب بي فورما زوين صافي. وما الخوت غادي نقول لكم على الماستيك اكس ماستيك اكستريم 10 كيلو هو راه كاين موجود دابا وبثمن اللي جد مناسب. هو هذا راه قليل في كاين بنادم اللي كيدخل عندي الانستغرام خويا بغينا ماستيك اللي ديال 10 كيلو ديال 10 كيلو هو عند محمد كاين هنا. المهم اي حاجه خصاتكم في المحل كاين الماستيك لاواي البري ورك اوت او دكرز. المهم اللي هيدرو هو نيتروتيك ها هو اللي سولنا الدراري اللي حتى انا اللي استعملته هذا الشهر وخديتهم ديجا من عند محمد اللي قال لي منين خديتي. المهم اي لعيبه خاصكم راه كاين عند محمد في المحل. محمد ترحب بهم. مرحبا من طرف محل محلكم من طرف ياسين كيف ما كنقولوا ديما وكيف قلتي ولا جيتي من طرف ياسين لابد لي غوميز. ومرحبا بكم تبارك الله عليكم. هذا مكان وان شاء الله ناخذ الباك ونوريكم شنو غادي يكون فيه عاوتاني ان شاء الله. هو الباك اللي خديت مع محمد نيتروتيك اللي نمشي به ان شاء الله الشهر يعني جلوتامين هنا والبري ورك اوت دوكوز وبيسا اكس تاع هادشي اللي كنعتمد عليه. وما هو خو محمد يخسر اي حاجه يجي عنده وهذا مكان الباندا ضروري يلا كنتي وجدهم ليا والله الا وجدهم هذا ديال لي بواني او ميم طوك الشكل اللي كيديك على هذا ما بقاوش لينا هذا راه الشو هذا. من بعد ما مشيت لبارا فلوريدا اليوم تعيشوا معايا النهار كيفاش ندوزو وعلى قبلكم غادي نمشي باش ناخذ الشوفان ومرحبا وتهو بارخص ثمن واللي فهمتي بنادم اللي اقتصاد حتى الرياضه الخود للدوام حيت ما يمكنش تاخذ كل نهار غالي داكشي حيت الشوفان ديال نص كيلو ما عرفت شحال كيحسبوا علينا بشي 15 درهم وتهو دابا شحال غادي ناخذو في... هنا مرحبا كاين هنا في جيتو الفاشيري ها هو. المهم الكيلو داير 22 درهم حنا خدينا 2 كيلو هاد 2 كيلو تقريبا دوز ليه 6 شهور وريهم شحال داك المهم الحانوت كيغمقوا علينا المهم الحانوت المهم الحانوت كيغمقوا علينا ب 15 درهم كيحسب لك رابعه. حنايا مرحبا اخوتي في الولفه هما اللي عرف هذا المحل هنايا المهم المحل بغا نديروا ليه اشهار فابور الدنيا هنايا ولكن شوفوا اي رحبه حداكم كيف ما كانت كنقول لكم من جوج ديال الولف راه كاين واحد بدرب عمر اي سيكتور فيه شي واحد كيبيع بحال هكا ديال الزرعه سيروا عنده خذوا بالكيلوات وارما تقدروا ارما تكاربيو ارما طلعوا الفورمه. وجينا دابا باش نضربوا الدلال الكاربيو قبل نمشيو للعصار هادو شي سيونس مع يونس اللي خطير جيجان شحال تمنعت ها؟ 13 بلف يلا دخلنا دابا للدار. يونس راه شرب باغي تريني شوف ما قراش بقى نتسنى يلا نطلع خويا نبدلو ونمشيو للعصار شوف
يونس تحمر لي وجهي فلاصه شوف فيق معانا ها 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 يلا خويا نطلع نبدلو حوايجنا نضربو البلاي ورك اوت ونتانستالا ونتلاقا شو ترينا يونس؟ هو تشيرلي هذي تشكيل نصوكو؟ تشيرلي نصوكو انت دابا يلا راجع ترينا جينيرال اه ضروري ولكن تشيرلي هذي تشكيل فينا بالأتاويش المسائل والأتاويش شحال ضرب مسكوب؟ كلشي خوي كل عرفتي العشاء مكبغيش تكون غادي لاصا ولكن بغي نعكز كنبقى غادي نشوف شوي شنو كندير كنحرك البي ورك اوت كنشربو كتمشي بلا هواك واحد النمل كيطلع شنو شنو يطلع شنو غنمل غنبدا نبدا نشطح ماقلش والو انا ناخد سكوبات سكوب الثاني هاكا سيري تكلف انت انا ناخد الكرياتين وكرياتين ما نعطيش ليونس يلاه راجع دابا لونترينمون تيش شوية بروغرام ندوزو واحد جو سيمانات شهر بحال هكا يلا تا وشوف الترانسفورماسيون صعب والله جدا ولكن شوف الدراري راه كاينة باقيين بزاف صافي ولا ما ضغطش عليا ياسين هاديك دابا هذا كيضغط عليا دابا بغيني نحيد ليه شوية ونخشينا ياك ياسين انت عندك شي رسائل كمان ما يصعب عليك شي حاجة هاكا خويا انت سقط انت الراس اول ما عندك عندك كل شيء هنايا يونس شنو صايب ولا لا خوت غادوز واحد الحصة ديال الظهر اللي خطيرة ايوا شي يونس الموتيفاسيون داخل لاصال هو ديال الحياة لاصال الوالدين والقصر والخدمة الخدمة الخدمة خاص باش تكبروا الخدمة هي اللي كتوصل لأي واحد داكشي اللي بغا ودابا خليكم معنا في حصة ديال الظهر
دابا لا سيونس لي خطيره نضربو البنان ونضربو بوست وركاوت ونقصيو 20 ودي الموتيفاسيون هادي ديال الحياه ديال شي واحد كيتريني حياه لي زوينه تبعوها الخوت تبعوها وتبعوني انا وما كاينه موتيفاسيون دابا نتحركو للدار يونس واش فاش كحصه هادو معاه واه كيسمعها صوتو ناديه 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 خطيره دابا شنو غنديرو نمشيون كبروا سي لاصال خاصك المعالجه باش نكبروا باش تكبر والراحه نعسوا هذه حياه ديال لاصهر ما صعيبه ما والو ونتلاقاو في الدار ان شاء الله. ها هو يونس كيكبر على الشران عندنا هنا الروستور ديال الكاربز وهنا عندنا اللحم واللي فيه بغاهم هنا عندنا مطيشه والخص لعيبات وعصير ويونس عقل على الترانسفورماسيون ديال العشيري تفرقع ان شاء الله شو تجي شنو يطرى ليها واحد جوج اما خوت بقاو العظوم هنايا يونس كاين خوت قبل نسال الفيديو بندو معكم واحد شويه دابا داير كاسكيط انا في الدار نقولكم علاش شعري مخربق اللي كيترينيو كي المهم انا كندوي على شعري كنتريني كندوش كينوض كينشف كيولي مشحلف خاصني نتخفى كندير كاسكيط على البلاصه شنو كيوقع ليا مع كنتريني بالقب وضروري كيخسر المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ واستفدتوا منه وكاع لي فلوغ ديالي كنحاول غير الموتيفاسيون تكون فيهم تكون حياه ايجابيه حياه اللي زوينه اللي كلشي تموتيفا كلشي يقدر يتريني كلشي تبان لي حياه اللي زوينه وتهلاو لي في الوالدين تهلاو لي في راسكم وهو الانستغرام ديالي هنا العشرين فينا هو هنايا تابوناو عندي وان شاء الله نوصلوا ل 50000 بكم نتوما واللي تابون عندي في انستغرام يطاقيني وغادي يلوحها عندي في ستوري وهذا هو ما كندير جهدي باش تكونوا على حسن الظن ديالكم وقول لي كي جاكم التصوير وكيفاش جاكم المونتاج حيت شويه كنبغي نطور على قفلكم وما تنساوش لي كومونتير لي جيم فرقوا لي هذا الفيديو بغيتو يكون لي كومونتير ولي جيم واللي ما دارش ابوني دايرها وتهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فلوق جاي.